الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريق إلى الجنة، وهذه الجنة وهي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى لأوليائه ليكرمهم بعد العناء والامتحان الذي كان في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال الدنيا دي لعب ولهو، واللعب في الغالب يكون بالأبدان، الناس يلعبون بأبدانهم في الغالب. واللهو يكون في القلوب وأحيانا في الأبدان، لكن قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالدنيا لعب ولهو. قال: وزينة، زينة وزخارف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وتفاخر بينكم، يتفاخر البعض بالأنساب وبالأموال وبالمناصب وبالأشكال وبالبلدان إلى آخره، والله لا يحب كل مختال فخور. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، يستكثرون من الأموال والأولاد. لذلك قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم بين الله تعالى قال: كمثل ماء أنزلناه من السماء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب لهذه الدنيا مثلا كالماء الذي ينزله الله تعالى من السماء، ثم هذا الماء يختلط بالأرض، بنبات الأرض، ثم بعد ذلك يهيج، ثم يكون حطاما، يكون مصفرا ثم يكون حطاما. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، فاختلط به نبات الأرض ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم قال الله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالدنيا دي عليها زوال، الزول بيلدو طفل بعد شوية بيكبر
بمش بعد ذاك بيدخلوه المدرسة وتمر السنوات ولحد ما يتخرج من الجامعة ويتزوج وبعد ذاك الأولاد ويدخل في الثلاثينات والأربعينات بعد ذاك مما يفوت 40 فترة الشباب انتهت حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بعد الشباب يفوت بعد ذاك الأمراض بتكتر عليه والتعب والوهن ثم بعد ذلك يفارق الدنيا 50 60 أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك ثم تفارق الدنيا ثم يكون الناس يوم القيامة على قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير ونحن لسنا بصدد الكلام عن أهل النار وعن أصحاب السعير وإنما الكلام عن الطريق الموصل إلى جنة الله تعالى وقد وصف الله في القرآن الجنة ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقال الله تعالى في سورة الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب الصحاف دي الآنية اللي بياكلوا فيها والأكواب اللي بيشربوا بها يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس ودي في الدنيا ما بتلقاه إلا في الجنة الشيء اللي بتشتهيه تلقاه قدامك ده إلا في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون إلى آخر الآيات من سورة الزخرف لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له أي الله تعالى تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول هذا لك ومثله معه وإذا تمنى الزوجات وتمنى المآكل والمشارب والملابس إلى آخره فإنه يجد ذلك ويجد مثله معه ذلك جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال لا أقل زول في الجنة منزلته شنو قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقول له أي الله تعالى أدخل الجنة فيدخلها فيخيل إليه أنها ملأى يدخل الجنة بعدين يشوف الناس نزلوا في المنازل بعد ذاك يتخيل إنه الجنة اتملت زي ناس كتار بتخيلوا أو ناس يتخيلوا إنه الجنة دي بس عمارة وأي زول عنده غرف خلاص ده الموضوع والزول الملك اللي عنده في الجنة لا يستطيع تحديده في الدنيا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك ثم يعني هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ده في الجنة قال فيدخلها فيخيل إليه أنها ملأة يعاين يتخيل إنه الجنة ملت قال فيقول له الله تعالى ادخل الجنة بعد أن يرجع يجي راجع تاني فيقول له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول له الله تعالى أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا
ترضى يدوك زي ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول رضيت ربي، فيقول هذا لك، ومثله 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 ومثله، فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. أي شيء تشتهيه تلقاه، وأي شيء تشوفه يعجبك تلقاه. قال ربي فأعلاهم. طيب ده إذا كان قل واحد، طيب أعلى واحد؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. حديث صحيح في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. لذلك قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه في سورة هذه في سورة السجدة، قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، نسأل الله يجعلنا منهم، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. انت تخيل القيامة قامت والناس وقفت في أرض المحشر والشمس تدنو من الرؤوس، وجيء بجهنم يجرها سبعون، لها سبعون ألف زمام، ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، كما في صحيح مسلم. ورآها الناس إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والناس في خوف وفي هول، ووضعت الموازين وتطايرت الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وإنت الله ينجيك في الوقت داك، كون الله ينجيك سبحانه وتعالى، وتمش وتصعد الصراط، وبعدين تمش بالجهة الثانية والصراط تحته جهنم، وأهل الجنة يسلكون هذا الصراط. وكما في صحيح مسلم أيضا، هذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم على الصراط على الجسر يقول اللهم رب سلم سلم، رب سلم سلم. فإذا نجى المؤمن وذهب بعد هذا العناء وبعد هذا التعب وفتحت أبواب الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة ذاته قالك مما يتخيرون، الشيء اللي بتختاره تلقاه، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. الزول بعد ياكل ويشرب طوالي يفكر في الزواج، قال لك وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. هذه في الدنيا دي ممكن تاكل وتشرب وتتزوج، تمرق السوق بعد اسبوعين متكيف، تمشي السوق واحد يسمعك كلام فارغ. قال لك لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ما في كلام سيء، إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، كما في سورة الرعد. ثم قال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود
وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود. حاسس زول الصباح يجي خدت له سرير يكون مهجز ما شغال ولا غيره، بعدين يجي في ظل الغرفة أو العمارة أو غيره تلقاه شنو يخد سريره وقاعد بمزاج ويشرب في الشاي، بعد ساعتين ثلاثة الظل يبدأ ينقص ينقص ينقص، بعد شوية بقوم بيمشي بخد جوا لأنه بينتهي. لكن قال لك وظل ممدود ممدود وماء مسكوب، قال الله تعالى في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. دي لاقتك في الدنيا زول يشوف له نهر بتاع لبن، وأنهار من عسل مصفى، وقال قبلها وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. شكذا قال وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. يقول لك الفاكهة هذه بتاعت الشتاء في الدنيا ودي حقت الصيف، وذاتها بتاعت الشتاء مرات يمنعوها لك يمنعوك منها يقول لك ده عنده سكري خليه وما جاتنا لسه وما نجدت وما وما وما. قال لك وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. المرأة العروب التي تحسن التبعل لزوجها والتي تحسن الكلام معه وترغبه فيما يريده، وأترابا أن تكون من الأتراب هذه المرأة في ريعان الشباب، فهذا نعيم الجنة وهذا بعض نعيمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. المنادي ده بناديون بأربع أشياء في الدنيا ما بتلقى فيها ولا واحد، ولا واحد يستمر ما بتلقوا. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما في مرض في الجنة، الجنة تلفها كلها ما بتلقى فيها مستشفى ولا مستوصف ولا غير ولا حقنة ولا درب، محل دار السلام كما قال الله تعالى سالمة من الآفات ومن المكدرات. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. لذلك الله تعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن يعني الشدة التي كانت في الدنيا، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا فيها تعب، لا فيها مرض، لا فيها كدر، لا فيها زهج، لا فيها حسرات ولا ندامة. دار يجالسون فيها الأنبياء والمرسلين.
قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، في سورة الحجر: ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انت تخيل قاعد وذيل الأنبياء قدامك، داود عليه السلام وإبراهيم وسليمان والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وهارون واليسع وزكريا وإلى آخره من الأنبياء والرسل، تراهم بعينيك وتجالسهم، بل ورؤية الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم اللذات وهو أجل النعيم، ولو لم يكن في الجنة إلا هذا لكفى وأنعم به ولا أفضل منه، أن يرى العبد ربه سبحانه وتعالى. لذلك جاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا الآية من سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة الأهفان: جمع الله لأهل الجنة بين النعيمين، بين نعيم الأجساد ونعيم القلوب ونعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فقال في سورة المطففين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكئ عليه، فهم في الأسرة وعلى الأرائك متكئون ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ده نعيم عظيم، شكي الدنيا دي انت ما تسعى لنعيم فيها زائلة، يعتبر دار امتحان. إن الله اداك الغنى سخره في الطاعة، وإن ابتلاك بالفقر أصبر أصبر. قال تعالى عن أهل الجنة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأوصاف الجنة يطول الكلام حول هذا الأمر، وهو كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سورة صاد وفي سورة الإنسان وفي سورة الأعراف، ذكر الجنة في القرآن كثير وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السؤال: كيف يسلك العبد الطريق الموصل إلى هذه الجنة؟ ده ما فوز كبير. قال تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت، هي زول بيموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز ده مش تبني عمارة، بتموت بتخليها بعدين بتبقى قاع عن صفصفة الأرض كلها، ومش يكون عندك بهايم، بتموت بتخليها وعندك أموال واحدين شهادات دكتوراه وما بعرف إيه والبروف، واحدين تعم مناصب ولك أنا في المنصب الفلاني والناس يعظموه
شوية بتموت فارق الدنيا دي، صحة بتفقدها، شباب بتفقده، جمال بزول، مال بينتهي، أي شيء، مكانة بين الناس بيموت، بتموت، بتأثروا بك يومين ثلاثة وخلاص خلاص الموضوع، انت مشيت بعد ذلك لدار تانية. كما قيل النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدار نبنيها. والله بعدين انت بتفارقها، فانت تسلك الطريق الموصل للجنة دي. وفي الجنة في أوصاف، في القرآن في أوصاف أهل الجنة كما سمعنا قراءة الإمام من سورة الفرقان. الآيات دي فيها قريب 11 وصف انت يتأملها. في نهاية أنا بلخص لك الطريق ده في حاجتين بس، في أمر ذكرهما ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في الفتاوى، وعليهما مدار الدين. قال مدار الدين على أصلين، في نهاية الكلام إن شاء الله في الفتاوى في الجزء الأول. لكن رب العزة والجلال قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، متواضعين ماشي ما بيتكبر. انت تكبر لشنو؟ وذات الزول بيتكبر لشنو؟ تلقاه يتبختر وصر للناس وهو إلى آخره سايق عربية، ده بجاي غلط في حقه ولا ذاك نزل قزاز بالراحة عائلة ويمشي. لازم انت بتتكبر لشنو؟ تاسي إن شاء الله ركبوك طيارة فائدتها شنو؟ وداك بيجاع عجب صحته ودوين وده منصبه والجماعة ده يسلموا عليه وداك يقوموا له. نادم ضعيف في النهاية، بداية نطفة ونهاية جيفة، نهايتك يقول وينو الجثمان جيبوه، أهل الميت وين؟ نهايتك اسمك ذاته بخلوه، ما بقولوا جيبوا محمد، وينو الجثمان؟ خدتوه، انتهيت خلاص في الدنيا بعد ما مشيت لدار تاني. وتحمل في بطنك العذرة أي شيء هبشوف فيه يزهج الزول، أي شيء، عينه إن جابت دموع مشكلة، أنفه إن مشيت لي جوه مشكلة، فم أي شيء لقدام مشكلة، ليه تكبر؟ قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الزول في الدنيا دي لما نهضم نفسه ما يخد تلا قيمة كبيرة، وبعد ذاك يتواضع ويغضب لله لا يغضب لنفسه، ده بعيش في الدنيا دي والناس بتحبه وبعيش عنده مكان عند الله سبحانه وتعالى إذا انكسر لله وتواضع لله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أهل الجنة ديل بيصلوا بالليل زي ما قال القحطاني رحمه الله تعالى، قال قم في الدجى بالليل ظلم ما أوزن المنبه وقم ولا أصحى، قال قم في الدجى واتلوا الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني. زول الحائر بنوم بعد تعب لأنه حائر والهان، وبيصحى سريع ما بتلزز بالنوم ولا بيغرق فيه. قم في الدجى واتلوا الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، ربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. زول بالليل والناس نايمة قاعد يصلي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
جزاء بما كانوا يعملون، سورة السجدة. قال الحسن البصري رحمه الله: أخفوا أعمالهم في الدنيا فأخفى الله لهم الثواب في الآخرة. وبعدين رب العزة والجلال قال في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. صلي. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كي قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يسأل الله: يا الله نجيني من النار، يا الله دخلني الجنة، كما قال تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أسأل الله، أنت في دار امتحان، يمكن الله ينجيك بدعوة، بس الزول بيخش النار ده زول عاجز وزول ما موفق، يمكن الجنة دي بس تخشها بدعوة بس: يا رب دخلني الجنة، وتنكسر له وانت موحد. الله يرحمك. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما يعني ملازما لصاحبه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما بيدعوا غير الله، جاءت الشدائد بيلجوا إلى الله، ما بيلجوا لغير الله، وما بيلجوا لغير الله في الرخاء. وإذا أرادوا شيئا فروا إلى مولاهم سبحانه وتعالى، يدعونه تضرعا وخفيا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، كل من صفات أهل الجنة، والذين لا يشهدون الزور، من الزور شهادة الزور في المحاكم والقضاء عند القضاء، ومن الزور الكذب، ومن الزور الغناء الذي فيه الزور، ومن الزور أعياد أهل الكفر من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. وهؤلاء الذين يقلدونهم ويتشبهون بهم قصدوا أو لم يقصدوا، يتشبهون بهم أعياد زي الأيام دي، المولد وما المولد، شيء الرسول ما عمله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أبو هريرة ولا أبو عبيدة ولا سعيد ولا سعد ولا الصحابة كلهم رضي الله عنه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم الله نزل على الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين اكتمل ما في مولد. ولما انفارق الدنيا ما في مولد. ولما انجوا التابعون، تابعون إكرمة ومجاهد وقتادة و إلى آخره، والحسن والتماشي ومسروق. ولما انجوا أتباع التابعين من تماشي، وكيع ابن الجراح وأبو حنيفة النعمان وغيرهم من أئمة الهدى رحمهم الله جميعا، وجو الناس البعدون مالك والأوزاعي والليث وماشي، وجو البعدون الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والأئمة وماشين، وجو البعدون
ناس الترمذي والبخاري وابو داود واصحاب السنن وماشين، وجول بعد والبعد والبعد، وناس البربهاري وناس مين ومين ومين، لحد سنة 600 قال ابن كثير رحمه الله: أول من أظهر المولد الملك المظفر من الفاطميين في سنة 25 و600، 625 هجرية، 625، وبعضهم قال قبل ذلك، قال في سنة في القرن الرابع، 625 سنة عبادة يجيبوها جديدة. والفاطميون هؤلاء من أعداء أهل الحق، ناس كذبا وزورا وبهتاذا يريدون التشبث بفاطمة رضي الله عنها وهي بريئة منهم، أظهروا الموالد وإلى آخره والأشياء، بدع، طرق، انحرافات. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا عليها صما وعميانا. شكرا الله. قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذيل قال لك من صفات أهل الجنة: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دي من صفات أهل الجنة، صفات كثيرة في القرآن تلقاها في مواضع كثيرة. سيدي سورة الفرقان تمشي هناك، سورة الأنفال قبلها بصور كثيرة، تلقى سورة الأنفال من البدايات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون في البدايات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي من صفات أهل الجنة. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون، لما تلقى كلمة أفلح دي ما تمر فيها ساي، لأنه نالوا المطلوب المرغوب وأمنوا من المرهوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتلقى زي الصفات دي قريب منا، تلقى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، في جنات مكرمون.
صفات كثيرة في القرآن، منا الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومنا الصبر إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، ومنا التقوى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ومنا التوكل من صفات أهل الجنة التوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال النووي رحمه الله: قيل متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة، كما جاء في صحيح مسلم عن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ذول الله اداه حكم وعادل فيه موفق طبق الشرع، قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ذول قلبه ده سليم وفيه رحمة بالمسلمين سواء كانوا من قرابته من أهلي أو من غير أهلي. قال: وعفيف متعفف ذو عيال، ذول عفيف متعفف ما بيسأل الناس، يعني عفيف ما بيشحذ الناس، ذو عيال عنده أولاد كتار محمول وبعد ده ما بيشحذ الناس، بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ده قال لك ذيل من أهل الجنة، صفاتهم في القرآن كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، في سورة الكهف، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ودي ما بتلقى إلا في الجنة، هذه يسكنوك هنا، تقول والله إن سكنوني في الحي الفلاني أخير، هناك الأراضي غالية والكذي وأي شيء، يسكنوك هناك تقول والله إن لقيت في محل تانية أخير، كل مرة دار تتحول من بيت لبيت ومن مكان لمكان، لكن في الجنة قال لك لا يبغون عنها حولا، دار تحويل مرتاح نعيم زايد، كل يوم هم في نعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا يقال له سوق الجمعة، لما نيجي يوم الجمعة قال سوق اسمه سوق الجمعة، قال: يأتونها، يأتون هذه السوق، هذا السوق يأتونه، يأتونها هذه الأسواق وهذا السوق الذي يقال له سوق الجمعة، قال: فتحثو عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا، فإذا رجعوا إلى أهليهم قالوا لهم: ازددتم حسنا وجمالا. يقول لهم أهلوهم: ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون هم لأهليهم: وأنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فهم في نعيم لا ينقطع هؤلاء. طيب البجمع الطريق ده كله البجمع، والكلام ده لو استطردنا فيه والكلام بطول، لكن البجمع الطريق ده باختصار شديد جدا أصلان. طريق الجنة قائم على أصلين، والعبد يدخل الجنة برحمة الله كما هو معلوم في الحديث، ولكن العمل سبب لهذه الرحمة كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما تقول الجنة برحمة الله وتمشي تعصي الله، لأنه قال لك في معاصي فيها لعن، واللعن الطرد من الرحمة، موضوع خطير، والمعاصي سبب لدخول النار والطاعات سبب لدخول الجنة.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورة الأعراف. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب هذه الأعمال. الطريق الموصل للجنة قائم على أصلين: الأول أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دار تدخل الجنة أي توحد الله، لأنه لو ما وحدت الله وعقيدتك بقت في الله صحيحة ما بتدخل الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. واحد تلقيه صلة الأرحام يتوضأ ويصلي ويذكر ويسبح ويصدق ويبر الوالدين ويحسن للجيران ويفعل 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 يطعم الطعام و إلى آخره، وبعد ده قال لك العقيدة لما تكون منحرفة أي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، جنة حرام، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق، يعني أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تلاقي الله موحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي حديث عتبان رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف الكلمة دي وشوف الدرب ده سهل كيف، لا إله إلا الله تقول بلسانك وصادق ومخلص فيها لله تعالى بقلبك وتنقاد ليها بأفعالك وتسير على هذه الكلمة حتى تلقى ربك ويدخلك الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله، نازل ربنا الله سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تفضل. فهذا هو الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد العبد إلا ربه ومولاه الذي فطره وخلقه، كما قال الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني. السماء خلقه والأرض
خلق هو سبحانه وتعالى، والجبال والرواس الجبال الرواسي والبحار والأنهار والأشجار والنجوم والكواكب، وخلق البشر وخلق الكائنات والأحياء أحياء البر والبحر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فإذا كان الخالق هو الله وحده فلماذا لا يعبد وحده سبحانه وتعالى؟ ليزول في الشدائد ينادي الله وينادي غير الله؟ ليه الزول لما يقول يا رب ارحمني عبد الله؟ لان الدعاء من اجل العبادات. يقول يا رب ارزقني عبد الله تعالى، يا رب نجيني من الكرب عبد الله، ولجأ الى الله الى واحد احد فرد صمد سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قال يا الله ويا فلان ده توحيد ولا نادي اثنين؟ يا الله إن المنادى واحد الله سبحانه وتعالى، يا الله ويا شيخ فلان نادى كم؟ مش نادي اثنين؟ كيف يكون البنادي الله براو موحد، والبنادي الله وينادي الشيوخ يكون برضو موحد؟ كيف؟ إن قالوا له وصايت بينه وبين الله، دي ذات المشكلة الكبيرة اللي جات من أجلها، من أجل معالجتها الرسل. قال الله تعالى عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هاب يعبدون ليه؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف على قال الكفار ديل عارفين اي شيء عند الله، الرزق عند الله، الجنة بيدي الله، الكروبات بنجيك الله. طيب تعبد الاصنام ليه؟ والله نحن الاصنام دي على اشكال ناس صالحين. شكيب تلقى الصنم، ما بتلقى صنم في الغالب، ما بتلقاه على شكل بهيمة، صنم على شكل ناقة ولا صنم على شكل طائر، لا على صورة بشر بتلقى. قالوا نحن كعبين وديل كانوا كويسين، نقول لي يا الله عشان ديل الدينة ودي بدعة، ولا الناديون وهن ينادوا لي وهن ينادوا لينا الله وده الشرك بالله تعالى. أساءوا الظن بربهم وما من مشرك إلا وهو جاهل وغال ويسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، جاهل. وإن بلغ في المراتب عند الناس والشهادات ما بلغ، جاهل عند الله، جاهل. شفت زول فلاح ما بيعرف يكتب اسمه، بيزرع ويمشي ينوم، بعد فترة يجي يحصد ما بيعرف يكتب اسمه، ويعرف الله سبحانه وتعالى ده عنده علم. وزول بلغ أعلى المنازل عند الناس وأعلى الدرجات وهو يدعو غير الله، ده جاهل عند الله، جاهل. مش الجهل دي صفة كعبة يقول لك قالوا لي جاهل ما خلوا لي شيء. الله قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أيها الجاهلون. وسموا بأهل الجاهلية، كان فيهن الشعراء وفيهن الناس التجار وفيهن 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 أهل المنازل والقادات، وبعد سموا بأهل الجاهلية. بل من قادتهم من سمي بأبي جهل، عمرو بن هشام، ابن هشام سمي بأبي جهل، جهل. زول الكون ده كله عايل له، ما اهتدى إلى التوجه إلى الله مباشرة، ده ما جاهل؟ ده ما بسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ يعني يا الله أنت ما بتدينا ساي، ده ما الفهم كده، أنت يا الله ما بتدينا ساي،
إلا نوري الناس زين ونادوك حتى أنت الدين. عشان كذا الله قال عن المشرك إنه أساء الظن بالله، قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدري، نازل ظنهم بالله سيء، ما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هالنازل ما بتفكر في الآية دي، سماوات الشداد وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سماوات مطويات قال لك بيمينه وعظمة وقوة لله سبحانه وتعالى، ومع هذا يلجأ إلى غير الله ويستغاث بغير الله سبحانه. بل كفار قريش كانوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله، جاءت القربة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل سورة الإسراء، ضل من تدعون إلا إياه، كلهم بروحه ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، في البحر مخلصين له الدين، يا الله براه وبس، يا الله براك كذي بس، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يا الله ويا اللات، يا الله ويا هبل، وإلى آخره. مصاحب زي السيزول يكون في غرفة الإنعاش دريبات اشتغلت ويجيبوا له زي المشبك داك بتاع القلب ده، لما يركبوك له ركبوا معنا شغلتك دي قربت، بعدين ركبوا له في الأصبع ديك بتاعت المشبك داك، والكمبيوتر يشتغل سيك سيك شغله قربت، يدعب تعب شديد، يا لطيف يا لطيف ألطف يا لطيف، مرقني مرقوا برا الجماعة يجوا يقول له أنت متزوج لك كم سنة؟ 5 سنة. ما في جنة؟ هاي أروح لفلان بديك جنة. يا زول المرقك من الكربة دي منو؟ الله. والبدي الجنة منو؟ الله. وفي غير الله بدي الجنة؟ لا. طيب أنت ليه في الشدائد تلجأ لي الله وفي الرخاء تلجأ لي غير الله سبحانه وتعالى؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه، الجنة أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ونصوص للأسف ما يقبلوها، قرآن ما يقبلوه، في بلد إسلام مشاكلوك وزعلوا منك طلعوك بتاع مشاكل، عليك الله الزول بتاع المشاكل هل بيعلق الناس بغير الله ولا زول بيعلق الناس بالله سبحانه وتعالى؟ تعال المشاكل يا تو، الناس ماشي عديل لا في مشكلة ولا شيء، الله الرزق يا رزاق ارزقني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، النفع عند الله، الضر الله بيتحكم فيه سبحانه وتعالى يملكه. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عشان ما تعلق حجاب ولا كمون ولا غيره، عشان ما تعلقين. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، سورة الرعد والقبلية سورة الأنعام، وبرضو بتلقاها في سورة يونس، وآيات كثيرة عظيمة تبين توحيد الله تعالى، أن يتوجه العباد إلى ربهم ومولاهم إذا أرادوا دخول الجنة. دار الجنة أي تمش لي الله قلبك ده نظيف نظيف ما فيه تعلق بغير الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله لما خلقك وداك القلب ده كان فيه بشر ما كان فيه بشر، ترجع سليم، ترجع وهو يتعلق بالله وحده ولا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع،
الزول لو دار يدخل عليه ملك من الملوك عنده خطوات معينة بيتخذها، ما بيجي خاش ساي وما بيجي بأي باب. الزول لو شغال في الشرطة دي يقول لك دي المادة كذي، ده القانون كذي، وده كذي إلى آخره. والقاضي ممكن يشوف الجريمة، يشوف فلان قتل فلان، لكن لما يركب المنصة ويقعد في الكرسي بتاع القضاء ما بيحكم بشي شاب إلا تتوفر الشروط كلها حتى نحكم. وين الشهود؟ اعترف خلاص، ما داعي للشهود وإلى آخره. ففي خطوات، أي شيء في الدنيا ده خطوات. المريض ادوه دواء عنده خطوات معينة، لو مشى لخبتها الدواء ذاته بضره. العربات، السيارات، عربات بنزين وموية وزيت، أي شيء عنده محل معين. ليه الدين ده داري لخبتوه؟ ليه ما يمشوا لي الله بالدين الجبي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي شيء داري يزيدوا فيه. كبر المؤذن الله أكبر، بدل يقولوا زيه يقولوا كبير الله. دي قالها منه؟ رسول قالها ما قالها صلى الله عليه وسلم؟ ليه بزيدوا فيها؟ أي شيء يزيدوه في دين الله سبحانه وتعالى. رسول سبح بأصابعه، يسبحوا بحاجات تانية يجيبوها. رسول عليه الصلاة والسلام طبق السنن كل السنن. يقول اعملوها يخالفوه، حفوا الشوارب يخالفوه، اعفوا اللحى يخالفوه، في البخاري ومسلم. فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، في سنن أبي داود اسبلوا إزاره، يخالفوا السنة. مخالفة ومع هذا يزعمون أنهم يحبونه صلى الله عليه وسلم. الليلة الشباب لما يحبوا فنان تلقاهم يقلدوا في أي شيء، يحبوا مصارع يعملوا زي حركاته ويتدربوا ويعملوا إلى آخره. أنت مفروض أحب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل زي ما كان بيعمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عشان كذي جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة طريق الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، ويتجاوز عنا ويعفو عنا ويغفر لنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يتغمدنا برحمته أحياء وأمواتا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر أهل هذا المسجد لهذه الفرصة الطيبة، ونشكر لجميع القائمين على هذا الأمر، ونشكر للحضور حسن استماعهم. جزاكم الله خيرا على حسن استماع. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.